تبغى أوريكم كيف تحضروا طبق اللازانيا الكلاسيكي زي ما بيتقدم في المطاعم؟ دحين حوريكم بعض أسرار الشيفس لتبهري عائلتك. حنستخدم مكرونة لازانيا. السر الأول إنه إحنا عادة ما نسلق مكرونة اللازانيا قبل ما نطبخها، بس اليوم حنسلقها لمدة 3 دقائق عشان نقدر نحصل على طريقة تقديم زي اللي في المطاعم. السر الثاني هو إننا إحنا نحطها في موية مع تلج بارد عشان نوقف عملية الطبيخ لأنها حتكمل السوى في الفرن. والسر الثالث هو إننا نستخدم قالب التقطيع هذا عشان يدينا الشكل اللي بتتقدم فيه في المطاعم. وعشان نحصل على الطعم الإيطالي حنضيف عليها صوص النابوليتانا. والسر الرابع إنه أول طبقة من اللازانيا نستخدم الصوص الأحمر بدل الصوص الأبيض لأنه يحتوي على زيت فما حينحرق معانا. وآخر حاجة حنضيف الجبنة. وبكده طبق اللازانيا صارت جاهزة، وألف صحة وهنا.